اهلا بيكم، معاكم محمد مصطفى وسلسله شرح شهاده كومتيا اي بلس 220901، ولسه بنتكلم في الموديول الخاص بالهاردوير وهنكمل كلامنا عن الانبوت ديفايسز. في عندنا ديفايس اللي هو السكانر، والسكانر او اللي هو اصلا اسمه ايمج سكانر بس احنا بنختصره لسكانر. السكانر دوت يعتبر هو انبوت ديفايس ويعتبر من اقدم الانبوت ديفايس اللي احنا بنستخدمها مع الكمبيوتر بتاعنا، الى جانب الكيبورد والماوس اللي كنا بنعتبرهم من هم البرايمري انبوت ديفايسز للكمبيوتر بتاعنا، ما نقدرش نشتغل من غيرهم. بنستخدم السكانر دوت عشان خاطر ننقل صور او مثلا اي حاجه تكست للكمبيوتر بتاعنا، او بمعنى تاني ان انا بيبقى عندي مثلا فايل او جواب او صوره، حاجه موجوده هارد كوبي، يعني هارد كوبي يعني حاجه ملموسه بره الكمبيوتر وعايز ادخلها للكمبيوتر كسوفت كوبي. هارد كوبي ديت اللي هي جايه من اللي هو يعني اي حاجه ملموسه من كلمه هاردوير، والسوفت كوبي اي حاجه على الكمبيوتر اللي هي جايه من كلمه سوفت وير. وممكن نستخدم السكانر دوت كبديل لمثلا هنقول مثلا اكزامبل، لو انا مثلا في الشغل وفي مثلا المدير بتاعي او واحد زميلي او اي حد مثلا محتاج جواب او صوره او حاجه، الحاجه ديت موجوده هارد كوبي وعايزني ابعتها له مثلا، هو في حته تانية وعايزني ابعتها له مثلا على الايميل او على الواتساب او على ايا كان الطريقه اللي ابعت له بيها الفايل. فالطريقه التقليديه كنا بنعمل ايه؟ كنا بنجيب مثلا لو معانا التليفون بتاعنا بنجيب الكاميرا وبنصور الصوره ديت او الجواب او اي الحاجه اللي احنا عايزين نصورها ديت وبنبعتها لمثلا زميلي او المدير بتاعي. بس مشكله الطريقه ديت ان هي الكواليتي بتاع الصوره ما كانش بيبقى عالي، وف يعني كان بيبقى ممكن ما تبقاش طريقه الامثل لاستخدام ان انا ابعت صوره او ملف لحد تاني. فعشان كده بنقول السكانر بتاعنا، بجيب السكانر والسكانر شكله زي الصوره اللي قدامي ديت، وبحط الصوره بتاعتي او الجواب او الحاجه اللي انا عايز يعني السكانر يدخلها على الكمبيوتر، وبعد كده بتظهر لي بقى الصوره على الكمبيوتر، ببعتها من خلال الايميل او من خلال اي وسيله، حاجه مثلا زي الواتساب او الفيسبوك او ايا كان التول اللي انا استخدمها عشان ابعت الايمج او اللي هي الصوره او الجواب بتاعي. السكانر بيبعت سيجنال، يعني انا مجرد ما بحط الصوره على السكانر زي مثلا الشكل اللي قدامي دوت، انا حطيت الصوره ديت مثلا جوه السكانر، فالسكانر بيبعت سيجنال للكمبيوتر. السيجنال ديت بتتحول لديجيتال ايمج زي الصوره اللي قدامي ديت، انا اعتبر ان دوت الكمبيوتر بتاعي ده لابتوب وديت شاشه الكمبيوتر، والصوره اللي انا حطيتها هنا هارد كوبي ظهرت هنا، يعني السيجنال اتبعت للكمبيوتر واتحولت لديجيتال ايمج او صوره على الكمبيوتر زي الصوره اللي قدامي ديت. بقدر بعد كده ان انا اخد الصوره ديت ادخلها على اي برنامج بيعمل ايديتنج للصور او بيعمل تعديل للصور، زي مثلا البرنامج دوت بدخل الصوره عايز اقص منها حاجه، او مثلا عايز يعني اغير اعمل مثلا فلتر للصوره او اكتب حاجه على الصوره ايا كان. وممكن بعد كده يا اما بسيف الصوره ديت على الكمبيوتر بعد الايديت او التعديل اللي انا عملته دوت، او بطبعها من خلال البرينتر بعد التعديل اللي اتعمل دوت. السكانر في منه انواع، في نوع بنسميه الديسكتوب سكانر او ساعات بنقول عليه الفلات بيد سكانر. الديسكتوب سكانر او اللي هو الفلات بيد دوت هو يعتبر اشهر نوع، خصوصا ان هو اول نوع ظهر، يعني اول السكانر ما ظهر كان موجود عندنا النوع اللي هو الفلات بيد او اللي هو الديسكتوب دوت. الفكره ان انا لما باجي مثلا عايز صوره ادخلها على الكمبيوتر بنسمي العمليه ديت عمليه سكاننج، او لو بنتكلم بقى بلغه الشغل بنقول ان احنا عايزين نسحب صوره سكانر او نسحب جواب سكانر. فالخطوات بتبقى ايه؟ بجيب السكانر زي اللي قدامي دوت اللي هو ديسكتوب او اللي هو الفلات بيد،
بجيب اللي هو الجزء اللي فوق دوت اللي هو الغطا دوت او الكفر ده او اللي هو بنقول عليه الليد. الليد ده اصلا بيبقى يعني بيبقى مغطي السكانر، فبرفعه لفوق كده، وبعد كده بجيب الحاجة اللي انا عايز اسحبها سكانر، سواء كانت صورة او جواب او اي حاجة مكتوبة، وبحطها على الجزء اللي هو الازاز دوت او اللي هو بنقول عليه الجلاس. تحت الجلاس دوت بيبقى في حاجة اسمها الايمج سنسور، وبعد يعني بعد ما بحط الحاجة بتاعتي هنا على الجلاس دوت بقفل الغطا تاني او اللي هو الليد دوت، وبيجي بعد كده اللي هو الايمج سنسور بيبقى تحت الجزء دوت، بلاقي ان السكانر بتاعي بيبتدي ينور كده، وبعد كده الصوره السيجنال بقى بتتبعت لي، السيجنال بتتبعت من السكانر للكمبيوتر، بعد كده بتتحول لديجيتال ايمج او صوره. دوت برضو شكل اللي هو الفلات بيد سكانر او اللي هو الديسكتوب زي ما انا شايف كده. دوت الجزء اللي فوق اللي هو الليد او الكفر او الغطا، برفعه لفوق كده وبحط الصوره بتاعتي في اللي هو الجلاس او اللي هو الجزء الازاز اللي بيبقى تحت اللي هو الليد دوت. النوع الثاني من السكانر اللي هو بنقول عليه الاول ان وان. الفكره ان احنا فكره الاول ان وان دي جت منين؟ احنا زمان كنا عندنا مثلا في او اي حد يعني في الشغل بتاعه او معظم الناس في شغلها كان بيبقى عندهم كذا ديفايس، الديفايسز ديت كلها كانت بتتعامل بس مع الدوكيمنتس او اللي هي الملفات او اللي هي البيبر اللي هي الهارد كوبي. فكان مثلا عندنا اللي هو البرينتر واللي هي الطبعه، وكان بيبقى عندنا مكنه التصوير، وكان بيبقى عندنا السكانر، وكان بيبقى عندنا حاجه بنسميها الفاكس ماشين. فطبعا دي كانت ديفايسز كتير، وكل ديفايس بيعمل سنجل تاسك او بيعمل يعني شغل على حده يعني. فعشان كده جم في فتره اللي هي التسعينات عملوا ديفايس جمع كل الحاجات ديت، جمع البرينتر ومكنه التصوير والسكانر والفاكس ماشين، وسمى الديفايس اللي هو فيه التجميع دي كلها الاول ان وان، او ساعات بنقول عليه المالتي فانكشن ديفايس او الاختصار بتاعه ام اف دي، او برضه ساعات بنقول عليه المالتي فانكشن برينتر او اللي هو الاختصار بتاعه ام اف بي، وبيبقى مجمع اللي هم الكذا ديفايسز دول مع بعض شكل المالتي فانكشن ديفايس او اللي هي الاول ان وان زي الشكل اللي قدامي دوت. السكانر اللي قدامي دوت او الديفايس اللي قدامي ده بقى هو عباره عن سكانر وبرينتر ومكنه تصوير وفاكس ماشين. التوصيل السكانر بالكمبيوتر بيبقى ازاي؟ في عندي ممكن اوصل السكانر بالكمبيوتر من خلال كابل يو اس بي، او من خلال النتورك، او من خلال الشبكه. من خلال اليو اس بي زي السكانر اللي قدامي دوت بيبقى عندي في ده البورت بتاع اليو اس بي، وزي ما انا شايف ده كابل بقدر اوصل بيه السكانر بالكمبيوتر. الطرف دوت اللي هو اليو اس بي تايب بي، ده يو اس بي 2 تايب بي بيوصل هنا في السكانر نفسه، والطرف الثاني اليو اس بي اي دوت بوصله في الكمبيوتر، وبعد كده بنزل بقى الدرايفر او التعريف بتاع السكانر على الكمبيوتر وبيشتغل معايا. وعندي هنا دوت الجزء دوت بتاع الباور، بجيب الادابتر بتاع السكانر بوصله بالبورت دوت، وبعد كده بوصل الادابتر نفسه في الفيشه او المشترك بتاع الكهرباء الموجود عندي. ممكن بعد كده اوصل برضو من خلال النتورك زي السكانر اللي قدامي دوت مقصود من النتورك ان انا بدل اليو اس بي السكانر دوت هوصله على الشبكه الموجوده عندي. احنا في عندنا جزء خاص بالنتورك لسه هنتكلم عنه بعدين في الكورس بتاعنا، بس خليك دلوقتي عارف ان في اوبشن ان انت تقدر توصل السكانر بتاعك من خلال اليو اس بي زي ما اتكلمنا، او من خلال اللي هو النتورك. من خلال النتورك ممكن عن طريق النتورك دي النتورك من خلال النتورك ديت ممكن تبقى من خلال وايرد كابلات يعني، او من خلال وايرلس. وزي الشكل اللي قدامي دوت ده البورت بتاع الايثرنت او اللي هو النتورك، دي علامه النتورك الموجوده دي، بوصله على الشبكه وبقدر اكسس على السكانر دوت من خلال الشبكه بتاعتي. او كمان السكانر اللي قدامي دوت في اوبشن ان انا اقدر اوصل يو اس بي على يعني اوصل السكانر بالكمبيوتر من خلال يو اس بي دوت زي ما انا شايف كده يو اس بي 3، بجيب له كابل يو اس بي 3 ده اللي قدامي دوت
دوت اللي هو يو اس بي 3 تايب بي بيوصل في البورت دوت، والطرف دوت اللي هو اليو اس بي 3 تايب اي بيوصل في الكمبيوتر بتاعي، ودوت اللي هو البورت بتاع الباور اللي بوصل فيه الادابتر بتاعي اللي بوصله بالفيشه بتاعت الكهرباء او المشترك. في عندنا في السكانر اللي هو كنا قلنا، لما قلنا السكانر كنا بنقول اللي هو الليد اللي هو الغطاء اللي فوق، وفي اللي هو الجلاس او اللي هو الازاز اللي بحط عليه الصوره بتاعتي او اللي هو الجواب او الحاجه اللي هسحبها سكانر. قلنا تحت الجلاس دوت او الازاز دوت بيبقى في حاجه بنسميها السنسور او الايمج سنسور. في الايمج سنسور دوت في منه نوع بنسميه التشارج كابل ديفايس او اللي هو الاختصار بتاعه السي سي دي. وفكره السي سي دي دوت او اللي هو التشارج كابل ديفايس، ان انا لما الضوء بيخرج من الايمج سنسور على الجزء اللي هو يعني مثلا السكانر بتاعي بيبقى كده، وبحط الحاجه اللي انا اسحبها سكانر، تحت السكانر بيبقى فيه الايمج سنسور. الايمج سنسور دوت بيعمل ضوء، الضوء دوت بيبقى تحت فيه مرايه، المرايه ديت بعد كده بتحول اللي هو الضوء دوت لديجيتال سيجنال، بعد كده بتتبعت للكمبيوتر، بعد كده السيجنال ديت بتتحول لديجيتال ايمج. شكل الايمج سنسور او اللي هو التشارج كابل ديفايس او اللي هو السي سي دي دوت زي الشكل اللي قدامي دوت. في نوع تاني بنسميه الكونتاكت ايمج سنسور او اللي هو الاختصار بتاعه السي اي اس، وبرده نفس الفكره ان هو بيحول الضوء اللي جاي له من الحاجه اللي بتتسحب بسكانر. يعني السكانر بيبقى كده وببقى حاطط الحاجه اللي انا هسحبها سكانر، الايمج سنسور تحت بيعمل الاضاءه او الضوء، الضوء دوت بيبقى فيه تحت فيه مرايه، بعد كده الضوء دوت بيتحول لديجيتال سيجنال واللي بتتباع بقى للكمبيوتر، بعد كده بتتحول لديجيتال ايمج او اللي هي الصوره بتاعتي بتظهر على الكمبيوتر. شكل الكونتاكت ايمج سنسور زي او اللي هو السي اي اس زي الشكل اللي قدامي دوت. وقلنا الديجيتال سيجنال لما بتتنقل للكمبيوتر بتتخزن في الميموري، بعد كده بتتحول لديجيتال ايمج او صوره ديجيتال، والاكستنشن او الامتداد بتاع الصور ديت بيبقى يا اما حاجه بنسميها الجي بي جي او حاجه بنسميها البي ان جي. الجي بي جي ساعات بنقول عليه الجي بي اي جي في حرف الاي هنا، او اللي هو البي ان جي، ودول المقصود بيهم ان الصوره بيبقى الاكستنشن بتاعها زي الشكل اللي قدامي دوت. ده الصوره اللي فوق هنا بتبقى الاختصار بتاعها، اسف، اللي هو الاكستنشن بتاعها بيبقى جي بي جي، والصوره ممكن يبقى برضو الاكستنشن او الامتداد بتاعها بيبقى بي ان جي. في بعد كده حاجه عندنا موجوده في السكانر بتاعنا او فيتشر بتبقى موجوده في السكانر، الفيتشر ديت بنسميها الاو سي ار، او الاو سي ار ديت هي اختصار ل اوبتيكال كاركتر ريكوجنيشن. فكره الاو سي ار دوت ان انا لما باجي اسحب صوره سكانر على الكمبيوتر بتاعي، الصوره ديت بتظهر لي على الكمبيوتر على هيئه صوره. يعني حتى لو مثلا الصوره او الجواب اللي انا بسحبه مكتوب فيه كتابه، بيظهر لي على الكمبيوتر كايمج، ما اقدرش اعمل ايديت او اعدل في الكتابه الموجوده في الجواب نفسه. مع الفيتشر اللي هي الاو سي ار او اللي هي الاوبتيكال كاركتر ريكوجنيشن، بقدر من خلال بعض السوفت وير ان انا اقدر اعمل ايديت في الكلام نفسه. يعني الملف اللي انا سحبته سكانر اللي هو بيبقى في هيئه صوره، ممكن اقدر اعدل في الكلام الموجود في الصوره ديت. وبستخدم يعني سوفت وير بنسميه او سي ار بروجرام عشان خاطر اعدل في الصور ديت. بعرف منين ان السكانر بتاعي دوت فيه الفيتشر بتاعت الاو سي ار؟ بيبقى مكتوب في السبيسيفيكيشن او اللي هي المواصفات بتاعت السكانر نفسها، بيبقى مكتوب ان هو بيسبورت الاو سي ار. او لو انا مثلا بدخل على ويب سايت زي امازون بلاقي كاتب، بيبقى كاتب لي في الموديل بتاع السكانر زي ما انا شايف اللي هو السكانر دوت، ده شركه اتش بي وده الموديل بتاعه، وفلات بيد، فلات بيد اللي هو قلنا عنه اللي هو النوع الاولاني، وبيبقى مكتوب جنبه او سي ار سكانر. معنى كده ان السكانر اللي قدامي زي السكانر دوت بيسبورت اللي هو الاو سي ار فيتشر. الشركات او اللي هي مانيفاكتشر اللي بتصنع السكانر زي شركات ايه؟ عندي شركه زي شركه كانون، شركه اتش بي، شركه ليكس مارك، دول بيصنعوا السكانر.
برضو عندي في شركة براذر، في شركة تانية اسمها ماستيك، في شركة اسمها بلاستيك، دول كلهم بيصنعوا السكانر. وبرضو السكانر بالنوعين بقى، اللي هو النوع اللي هو الديسكتوب او اللي هو الفلاش اللي هو الفلات بيد، او النوع اللي هو الاول ان وان او اللي هو مالتي فانكشن برينتر او مالتي فانكشن اللي هو البرينتر. وفي برضو عندي او اسف اللي هو الشركات دي بتصنع اللي هو السكانر اللي هو العادي اللي هو الفلات بيد، او النوع الثاني اللي هو الام اف دي المالتي فانكشن ديفايس او المالتي فانكشن برينتر. وفي شركات تانية غير الشركات دي بتصنع اللي هو الاسكانر، بس دول يعتبروا اشهر الشركات. وبكده يبقى وصلنا لنهاية الفيديو، وما تنسوش تعملوا شير ولايك للفيديو لو عجبكم، وتعملوا اشتراك في القناة، وتفعلوا الجرس بتاع النوتيفيكيشن عشان خاطر يجيلكم تنبيه او نوتيفيكيشن بفيديوهات جديدة اول لما تنزل. وتابعوني على فيسبوك وتويتر وانستجرام وجوجل بلس، وارحب بتعليقاتكم على الفيديوهات بتاعتي، وانتظروا المزيد من الفيديوهات، واشوفكم على خير ان شاء الله.